السلام عليكم جمهورنا الكريم. في سنة 1980 حقيقة كنت عسكري، سرحت نهاية الثمانينات، وأنا عسكري حقيقة قبل لا أسرح كنت حاوي غنى، أغني يعني مو مطرب، ولكن بعدين الغنى مالتي صار ستاندر سوق، يعني قمت أطلع حفلات، من الحفلات يوم حفلة فوق السطح، يوم فوق العرب مال الحصان، يوم بالقهاوي أيضا، وأيضا بالحفلات الأعراس، الحنة، عيد ميلاد. نتيجة فصرت من المطربين يعني نص علاقة، مو علاقة كاملة. بعدين شافاني يعني شاءة الصدف شافني خلال تواجدي بالحفلات اللي غني بيها، أمثل بيها ونكت بيها ولطف الجو وقلد يعني من هالأشياء هذه. شاءة الصدف شافني أخويا وحبيبي وأستاذي، أكن له سامي شيل بهاي سالفة، يعني جزا الله ألف خير، أستاذي وحبيبي قاسم معل السراج جابني وقال لي أنت ممثل تعليم بي بالمسرح. فبدايتي كنت أغني. سيد الوالد الله يرحمه قال لي لا، أنا ما أريدك تغني، إذا عندك نية تصير ممثل. فعلا فشافني حبيبي وأستاذي اللي كله كل الحب والتقدير والاحترام، هذا الإنسان الرائع اللي جابني من إيدي وقال لي تعال أبو حنيج. فكان بالجيش لقبي ماجد موسيقى أبو حنيج. من جابني أعطاني أول مسرحية اللي هي مشهد صغير بين مريد ولندن، أطلع قبل المشهد الأول يعني الفصل الأول بسبع دقائق قبل نهاية الفصل الأول، ومن بعدها توالت الأحداث. أخوكم ماجد ياسين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الرشيد الفضائية، حلقة جديدة تجمعنا بكم من خلال برنامج أنا وضيفي. مثل ما شفتوا عرف عن نفسه، وبرأيي نجم الشعب اليوم بالكوميديا الأستاذ، حياك الله ونورتني أستاذ ماجد ياسين. الله يسلمك، الله يعزك، شكرا على الديباج الحلوة وعلى الكلمات الراقية. حقيقة شكرا لمشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الرشيد الفضائية، وكل كادرنا اللي موجودين اليوم. نتمنى تكون حلقة نال رضا الجميع ورضاك ورضا طبعا السادة المشاهدين بالدرجة الأولى. نتمنى تكون هاي الحلقة يعني بها نوع من التشويق للمشاهدين، لأن حقيقة مشتاق لكم، مشتاق الجمهوري، وصار لي فترة ما طالع للساحة. احنا نشكرك انه لبيت الدعوة. الشرف. راح ابلش وياك استاذ ماجد بأسئلة سريعة، 10 أسئلة ولا تجاوبني على كل سؤال. يا الله اخاف من ان شاء الله، ان شاء الله ناجحين. بلي اخاف من طبعا من الحسد. انحسدت؟ واي لليوم؟ يعني تدري الحسد موجود، بس الانسان لازم يعني يحاول شوي يعني يكون حذر، ودائما نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، تروح كل الامور ان شاء الله. احب في المراه بالدرجه الاولى، المراه طبعا بالدرجه الاولى، لان يعني اول ما احبت امي، هاي امي اللي هي حقيقه اقبل ايدها واقبل رجلها واقبل راسها، وبعدين للقلب يهون بمن يشاء. يعني شنو الشيء اللي تحبه بالمراه تحديدا؟ يعني حقيقة جمال المرأة. جمال المرأة، وتدري المرأة بحد ذاتها هي حب. أيوة. لقبك المفضل؟ أحب البهني. اللقب مالي معروف أبو حنيج، وأعتزبي حقيقة من زمان وصفي بكلمة. يا وصفي أنت توصف نفسك بكلمة. إنسان. أيوة. بارك الله فيك. أغير من؟ شنو الغار؟ يعني والله أنا ما عندي هالشغلات مال غار ما غار. ولا غيرة إيجابية؟ بدأ. يعني دغري. دغري والناس تعرفني الحمد لله. لا أتنازل عن. لا أتنازل الحق. الحق. الحق ضايع عندنا اليوم. هواي. يعني في امور معينه وفي امور ثانيه. عيبي الكبير شلون تقول الصراحه.
صراحتك خانتك؟ اي طيبة قلبك؟ هي بالدرجة الأولى. تخونك؟ هي بالدرجة الأولى يعني. لأنه أنت صادق بالكلمات اللي تحكيها وصادق بداخلك. لأنك مرات يخونك التعبير من تحدث بكلام الناس تشوفها يعني صح. مو كلها طبعا الناس تحبك بس اكو من اللي يقول لك يفتعل هذه كذا وكذا وكذا ما اعرف شلون يعني بالضبط. فالحمد لله حب الناس تسوى الدنيا وما بيها. قلت ابو المثل اقرب شخص لك كانت والدتي الله يرحمها امك عيني الله يرحمها اي وحاليا تدري يعني عائلتي اقرب شخص يعني الله يحفظك يعني العائله اليوم بما انه الظرف اللي احنا حاليا الشغل والامور كلها يعني توقف تام يعني احب واكره في شكلي احب واكره في احب قلت لك احب اكون صادق مع كل تفاصيل الحياه بشكلك العام شنو الشيء اللي تحبه وتكرهه احب يعني اكره الاشياء اللي المزينه حقيقه اللي ما مرتبه اللي هي شوفها بها رياء أنا أشوفها يعني هذه بالمطلق العام شخصيتك أنت شنو الشيء اللي تحبه بيك وشنو الشيء اللي تكرهه بشخصيتك العصبية عصبية عصبية شو يعني العصبية تخسرنا طبعاً خسرت تفقد وايد شغلات خسرت ناس عصبيتك أي والله أي والله أي والله ولو أنا الحمد لله أبد أنا يعرفوني الوسط الفني وأصدقائي وأساتذتي بالوسط الفني وأيضاً أقربائي ومحبيني وعائلتي يعرفون إنه أنا من الواحد دفعت نصائح وما نم إلا أصالح يعني وظل يعني اكل بروحي قلت بالمثل وثاني يوم علاقاتي تكون لازم مع اصدقائي اروح اصالحهم يعني تحب هذه طيبه القلب اللي طبعا عندك وتكره طبعا العصبيه اللي عندك خاصه هذه الانفعالات ما الانفعالات العصبيه تدري مرات العصبيه تصير بحلاتها يعني بساعتها ومرات تروح يعني تجيك هاي صحيح المرات. نقطه ضعفك الملل اوف إيه. المرأة نقطة ضعف مال دياز هيك شيء مولع بالمرأة يعني المرأة حقيقة يعني ماكو واحد ما يحب والمرأة حقيقة تستحق التقدير والاحترام والثناء يعني نقطة ضعفك بالحياة إيه المرأة إيه المرأة المرأة وقد نفسها وخليها على راسي هاي دموعك غالية علينا على مود المرأة خلينا نروح فاصل وبعدها راح نواصل وياكم حلقة هذا اليوم مع ضيفي الفنان ماجد ياسين مستمرين وياكم مشاهدينا بحلقة هذا اليوم مع ضيف الفنان ماجد ياسين اللقب المطلق عليك أنه نجم الشعب الله يسلمك يعني أنت الشخصية متواضعة ويا الشعب ويا السياسيين ويا المسؤولين ويا المخرجين ويا الفنانين عندك هذه روح التعاون وروح المحبة اللي عندك هذا تواضع لو تداري خبستك لا 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 تواضع خبست طالع يعني الرزق الله سبحانه وتعالى موفره نعم. للصغير والكبير والتاجر والفقير والهذا كله كل من الاكثر يوميته وهذا مقسم الارزاق الله سبحانه وتعالى والرزق موجود خير من الله لكن انت هاي اللي قلت عليها هي هاي اللي موجوده حقيقه هاي اللي قلت عليها أيوة. انت نجم اليوم والك اسم والك جمهورك وماجد ياسين هو نجم شباك اليوم بفضل لله سبحانه وتعالى والجمهور اللي حبني نجم بالصدفة أنت كنت بديل عن بطل نزلت وبعدها صرت اليوم أنت البطل لا أنا ما نزلت بدايتك بالبداية بالبداية كان أستاذي وحبيبي قاسم علي السرات حقيقة سويت مشهد تمثيلي جيت على أساس بشكل حارس بالضبط وكان واقف برا قبل الاستحراح حمل الفصل الأول وسبق يعني أنا عدة لقاءات تحدثت بهذا الموضوع كان واقف هو فدزني يحيى الجابري الله يرحمه ألف رحمة على روحه أستاذ يحيى الجابري فقال لي راح أدزك أنا جيت أتعلم عود يمن يم يحيى الجابري هو كاتب اللي تعلم آلات موسيقية أنت تحب الغناء شفت أغني فردت أتعلم عود أنا متغني بالحفلات نعم فما تعلمت قمت بس أضحك وما أدري شو اسمه هو عند حفلات ما حفلات ومطربين يجون يمه آه. فقال لي قال لي ابو حنش راح ادزك انا كان لقبي ماجد موسيقى ابو حنش يعني كنت بالجيش حفلات ما حفلات ويا اصدقائي هواي يعني من الفنانين اللي برزوا
فقال لي راح ادز لك، قلت له انا اتمنى اصير، قال لي انت ليش ما تصير ممثل؟ قلت والله اتمنى استاذ. قال راح ادز لك المخرج ومؤلف اسمه قاسم معلل السراج من الاسماء اللامعه، وعنده مسرحيه كانت حمداني حمدان، وكانوا من خيره الفطاح الشخصيات اللي كانت العملاقه، سلام السبتي، سعد صالح، سلام زهره، هاشم سلمان، امل طه الرحمه على روحه، فكانوا شخصيات وهي موجوده نخبه من العمالقه. وتدري انا كيف اشوف لي واحد بالشارع انه بجي راح التقي وياهم اشتغل وياهم، فقال لي راح ادزك لهم، هو الظهر صاحبه صديقه. نعم. فمن دزني لقيته واقف وانا لبست ملابس رثه وسخمت وجهي وكذا وكذا النتيجه، فرحت على اساس بشكل شخصيه حارس، حتى بناء على كلامك انت تقول جابوا كل شخصيه. فقلت له مرحبا استاذ، شلونك؟ شلون صحتك؟ شلون عافيتك؟ شلونك؟ شلون كيفك؟ فبالله رجال شايب، قال تفضل حجي. قلت له ابوي انا الحارس دزوني عليك وقالوني تروح للاستاذ، انت مو انت الاستاذ؟ قال تفضل شو تريد؟ قلت له والله حارس يمك. وهذا الحكي انا مشهد تمثيلي. هو مقتنع انه انت رجال شايب. قال لي حارس وين بيتكم؟ قلت له والله حج بيتنا بالعمارة، واريد يكون نزولي يومي اروح لها اروح وارجع. تدري هو فاين استثناء يعني الحكي مثل اللي صار عنده، يعني هو يعني مخرج يعرف بدا يعرف اي استلم منه. فتقريبا بالخمس دقائق هذا ضحك هو، شو قال لي؟ قال لي تعال، قال انت ممثل رائع. حلو. قلت له استاذ شلون عرفني؟ قال اول سنونك حلوه مرتبه، حكيك بنوع من الفكاهه التركيزي التلقائيه اللي عندك انت ابدعت بيها، عندك سرعه بديهيه وانت قاعد هذا، اكيد انت ما محضر المشهد. قلت له لا والله استاذ، بس انا متهيئ انه شلون اقابلك، لان ماخذ انا الموافقه منين؟ من استاذ يحيى. انه قلت له انا حدخل على طريقتي، لا زعل ما مش اذا سال اروح، اذا ما سال بلكي. زين. وانا خليت عيني بعين الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. فقال لي شو اسمك؟ قلت له انا اسمي ماجد ياسين، يسوح لي ماجد موسيقى ابو حنش قبل هناك. قال شوف ابو حنش راح اقول لك شغله، بعد ربع ساعه راح يصير الفصل الاستراحه مال الفصل الاول، راح يجون الممثلين راح يقعدون يشربون شاي يمي يم السيد المخرج، فانت تجي وتسوي لي هذا المشهد، عندك استعداد؟ قلت له استاذ صدق كذبت ام الامر. فاجوا الاساتذه الفنانين وقعدوا وانا اجيت. هذا الحكي سنه 91. نعم. فاجيت انا سويت نفس المشهد، سامي السمتي قالت لي انت حارس شلون تروح للعماره تروح تجي؟ يعني شلون حكي هذا؟ ما يصير. قلت له مو اريد انام، اريد واحد يحرسني. قال له ايش طلعت هذا؟ وينك الحكي؟ حارس يريد واحد يحرسه. فضحكوا كل ضحكوا. فقال لهم اقدم لكم الفنان ماجد ياسين زميلنا وصديقنا وكذا، وان شاء الله هو احد عناصر هاي المسرحيه ان شاء الله الجديده. انا تفاجئت، معقوله انا شلون هيجي؟ فبهاي الاثناء بقيت تقريبا ست اشهر بس اشاهد المسرحيه. قال لي شاهد العمل، ما راح نسلك بالمسرحيه، شاهد المسرحيه. فخلاني اشاهد الكواليس، المسرح، الجمهور من يدخل، شلون يمثلون، شلون يحكون، شلون الاستلام والتسليم كذا، الى ان جاب لي بالمسرحيه الثانيه اللي هي مسرحيه عرضيها بين مريد ولندن، اطلع بس بمريدي مو بلندن اللي انت تقصد عليها، سبع دقائق باخر الفصل الاول، سبع دقائق اخر الفصل الاول امثل هذا المشهد اللي وانا بمريدي جايب حلال ابيعه وينباك من عندي. حلو. جايب حولي. نعم. اريد ابيعه وينباك من عندي، ذول القفاص اللي موجودين بالمشهد مال التمثيليه اللي هو قاسم حسن ابو عوب تحياتنا اليه، تحياتنا، وملجلج اللي هو استاذ عادل. فانا اجيب الحولي مال اريد ابيعه واغني، واحد يقول لي اعطيني اياه ابيع لك وياخذه من عندي، وقال لي انا راح اخليك تغني، شو روح شوف نفسك بالتلفزيون. قلت له شو ماكو؟ طلعوا امامي، طلعوا هذا، طلعت اسمه وانا ماكو، طلعت الهيشه مالتي بالتلفزيون وانا ماكو، شو السالفه؟ تالي طفيت هذا، جاي قبل لا اطفي المذيع قال لي يابا راح ننام، وقت طفى التلفزيون هاي بوقتها. فهذا المشهد اللي هذا، ورا فتره سنه من العرض مال المسرحيه، سنة ونص خلاني دوب نزلني بلندن. حلو. اللي هذا اللي هاي وبعد وراها يعني الحمد لله طولت عليك الاعمار وصرت اليوم مثل ما قلت لك انه نجم شباك للمسارح. الحمد لله. ليش اليوم انت غاب عن المسرح؟ المسرح كلية واقف يعني متوقف، ما عندنا مسرح اليوم، الحركة الفنية
في كل عموم العراق هي متوقفة. يعني بالظرف الراهن اللي موجود اليوم احنا حقيقة يعني الدعم الحكومي ماكو دعم. وبعدين احنا ننتظر ان شاء الله تفرج على العراقيين جميعا ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظ الشباب اللي موجودين للمظاهرات واللي ويحفظ كل العراقيين كل بدون استثناء الله يحفظهم ان شاء الله وان شاء الله قلب على قلب وتنزال هاي الغمه يا رب ان شاء الله على العراقيين. اذا من المسؤول عن موضوع الانتاج وهذا التقشف؟ الانتاج مكلف استاذ مصطفى، يعني هاي دائما احنا نتطرق لهذا الموضوع. الانتاج يعني انا من اريد انتج مسرحيه لازم تتوفر لي عده اشياء. احنا اليوم انا عده لقاءات واشوف الناس من يتحدثون خاصه الفنانين او البعض الاعلاميين على انه المسرح مع الاسف وصل لمرحله او وصل كذا كذا، لا صح. وما وصل لهذا المستوى. اليوم دعم ماكو. اليوم سوشيال ميديا مثل سوشيال شكري السوشيال ميديا سوشيال هذا والتواصل الاجتماعي والفيسبوك وهاي الفيسبوك وهذا خذ هواي من المسارح. يعني اليوم انا بدل ما اشوف مسرحيه اجي اشوف يشوفها على اليوتيوب اشوف المقاطع الكوميديه وانا قاعد ببيتي وانا لساني ما اشوف بالبيت من اجل هواي خلاني استغنى عن امور من اجل التليفون هواي مكان ما تروح لذلك هاي هذا 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 اثر موجود. اما احنا من اللي جو قالوا لا اليوم المسرح مو هذا المسرح مو بالمستوى المطلوب المسرح مو لا انا ما اشوف هيك. اكو مسرحيات عده مسرحيات موجوده والمسرحيات اللي موجوده هي فاكهه تريد انت تختار الكيوي تريد تختار المانجا تريد تختار التفاح الموز كله موجود. يعني اليوم احنا تقدر تريد مسرحيه فيها رقص روح نشوفها ما حد يقول لك لا انت تستذوق الرقص روح شوف الرقص. هم مو ضد هاي الفكره بس يعني عذرا يقولون انه صار ابتذال اسفاف على المسرح يعني يجيبون بنات ويرقصون على المسرح حتى مو كل يستقطبون الشباب. أنا ليش اخلي المسارح كلها؟ يعني ليش انا اعمم على المسارح كلها يعني بسبب عمل تعم على الباقي تعمل الباقي ما يصير هذا حرام. يعني انا شنو ذنبي؟ انا عندي مسرحيه ومسرحيه الناس تقول زينه والجمهور يخبط مو احنا اليوم ننظر على قطع التذاكر من تروح لقطع التذاكر شوف جمهورك زين اذا معناته المسرحيه تستحق التقدير والاحترام والمشاهده وبدليل عندنا احنا لجنه مشاهده هل معقوله من العوائل؟ ايضا من العوائل اغلبيتهم شباب لا 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 لا, لا العوائل احنا اليوم عندنا لجنه مشاهده لو ما عندنا اجازه نص عندنا لو لا عندنا اجازه نص من قبل نقابه الفنانين سيد نقيب الفنانين وخاصه اليوم اللي اجى نقيب الفنانين هو فنان جبار جودي تحياتنا لكل الكادر اللي موجودين نائب النقيب آسيا كمال فنانه موجود انت لانه انت نجم مسرح اي بخالي حتى نوضح صوره معينه استاذ الحبيب انا حبيبي. في اليوم صار نقاشي ايضا في جلسه من الجلسات كانت حوارات شيقه وبها محبه حقيقه وبدون يعني مجارح للاخرين من جاء واحد قال لي ياك ما يصير هاي المسارح اللي موجوده دي تكون فلان شيء فلان شيء خليته يديك الاستاذ بدون زحمه مو كنت سؤال قدام الناس اللي انت قاعد تتحدث معاه وانت اكيد رجل مثقف وفاهم واعي المسارح اللي تتحدث عليها كلها قال لا عفوا استاذ انت اسم وكذا قلت له مو اسمه يا اخي انت لا تجرح العالم انت شفتها قال لا والله ما شايف الناس تسولف زين انت لا تاخذ عائلتك بس كوت روح اقطع فلوس 25 مو روح شوف المسرحيه اذا عندك عرف تقطع ببلاش اخو عندك علاقات عندك ببلاش وان المسرحيات في السبعه ثمانيه موجودات شوف يا المسرحيه اللي تنال استحسانك وتنعجب بيها اقول يا هاي المسرحيه ترى زينه احنا ما نقبل حق الاخرين هاي ترى زينه ذيك بيها نوعا ما بيها بعض الكلمات مو البذيئه انتقاء المفرده المفرده ما نقول بذيئه مو لا يعني صحيح. انا غير ادافع عن نفسي وادافع عن الناس يقولون البعض من الفنانين يقولون انه سبب عدم الانتاج اليوم ليش استاذ فلوس قام ينزلون بهذه الاعمال شلون السؤال بعض النجوم يقولون انه بسبب قله الماده وماكو انتاج ماكو اجور للفنانين فقام الفنان ينزل بهذه الادوار على المسارح والناس اللي ماكو اجور وماكو فنانين ما قاموا يشتغلون ما يقول لك انا الحمد لله ابقى محافظ على اسمي وما اشتغل حتى يبقى اسمي لامع وزين ليش اجي انا على مود كم فلس اهين نفسي واخذ لي سمعه مو حلوه قدام العالم ما محتاج اجي اليوم اطلع شلون اطلع شلون احكي قدام العالم بعدين انا اسم غير اخاف على اسمي زين انا صار لي 30 سنه ليش شلون 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 اريد اكون نفسي؟ ثقافتي بشغلي مسرحي مو قصدي بالامور الجانبيه اي المسرح فانا من الباب
فقصدي انا يعني وين صار الثقل على انه المسرح كذا المسرح كذا المسرح كذا والمسرح التجاري والمسرح التجاري، مو الدائره شالت فلوسي ابو فلوس للمسرح التجاري، ما حد هذا كله قامت تهلل، اجال المسرح التجاري تعالوا بيبان مفتوحه لكم. ليش مو مربح؟ مربح شلون مو مربح؟ ايرادات الدوله مال وزارتنا، دولتنا الوزاره مالتنا كانوا ياخذون من الايرادات. احنا مو تؤمنين ذاتي؟ الوزاره كانت تاخذ الفلوس يعني شان عندنا من المنتجين ومن خيره المنتجين كان من ضمنهم الاستاذ اسامه العباسي تحياتي له. تحياتنا. كانت الايرادات موجوده قويه. نص للمسرح نص للمسرح يعني الحصه مال المسرح مال نعم. شلون على سبيل المثال يعني 70% 30% للدائره و70% للمنتج او 40% للدائره و60% 60% للدائره فمنين تروح هاي 60%؟ مو تاخذها الحكومه اللي هي الوزاره؟ اذا كانت ايرادنا روح شوف البوردات اللي عندنا سجلات اللي موجوده والبورد اللي موجود مكان الجمهور المسرح كله تجاري هذا شلون يجينا؟ ليش هناك وليش باقي المسارح؟ لان هذا مسرح حكومي مدارينه، لان هذا المسرح الحكومي وبنفس الكلمات وبنفس النجوم وبنفس الاسماء. قاسم السيد من خيره الممثلين ومتألقين وتحياتنا له ومبدع علي فرحان من خيره المتألقين ومبدع من المبدع اللي موجود علي داخل ايضا علي داخل شيخ المبدعين واستاذ وحبيب وجعل القبعة شلون كل الفنانين مبدعين يعني من صوبهم لا والله المسرحية كل زينة زين كان عندنا رئيس المسرح مدير المسارح الله يعطيه الصحة والعافية أبو تيسير أستاذ فلاح إبراهيم ما كان فد يوم إجا سمعنا حكاية مو حلوة يجي يقول تعالوا تفضلوا تعالوا اقعدوا هو أخونا كبير غير تعالوا هاي شيلوها هاي متليق بكم هاي بدلوها كذا وفعلا شذب رقابه وقبلها كان استاذ غانم حميد تحياتنا هذا العملاق يعني كلهم اساتذتنا على فكره ذكرت لي استاذ غانم حميد استاذ وحبيبي كان ضيفنا وايضا من احد منتقدي المسرح انا مو ضد فكره انا ما انتقدت قال المسرح ملهى عذرا بشكل محترم شويه مسارح التجاريه اليوم زين هو مخرج من المسرح التجاري ابو حنين انت خرجت للمسرح التجاري لو لا اليوم المسرح عباره عن ملهى ومحترم شويه اتصور يعني قاعد يسمعني مو اكيد طبعا اكيد قاعد يسمعني ان شاء الله هو ما قاعد يحكي على الكل انا ما اعرف انا اللي يحكي على الكل اذا كان ست عاسيه كمال انا ما اصور يعني حكي بالمطلق العام على المسارح التجاريه هاي يجوز مجامله لان انت يعني اتصور يعني انت سالتهم لي سؤال مباشر وميتين بالمسرح كذا وكذا انا اللي ادري انه استاذ غانم صريح وادري ست عاسيه كمال يعني صريحه يعني ما تقبل حق الاخرين هو استاذ غانم قال اكو اعمال فنيه تليق اكو تليق بالمسرح أكو قال لكن اليوم المسارح التجاريه اصبحت عذرا ملها بشكل محترم كل المسارح التجاري والله ما اعرف يعني هسه انا يعني اليوم اذا عمل تذكر حكايتي يعني هسه انا باكر اذا انتج مسرحيه واجيب غانم حميد اللي هو استاذ وحبيبي ما راح ينتج هذا ما يخرج المسرحيه تأليفه وإخراجه أو أجيب تأليف عمران التميمي وإخراج عمران التميمي عندهم أعمال على المسرح الوطني إيش في المشكلة وضع شو الأعمال على المسرح الوطني مين يجيبونهم غير يجيبون ماجد ياسين ويجيبون قاسم السيد وعلي فرحان وحافظ العيبي ولؤي أحمد مو وأياد راضي الباشا العملاق مو تحياتنا لك تحياتي لك أياد مشتاق لك حبيب قلبي أبو رضا عملاق وتبقى عملاق بوسع لك قصد مصطفى ما يصير انا يعني اساله يعني اساله قاعد بمكان يجي واحد يقول لا والله العمال كلها مع الاسف مو بالمستوى هسه قول ما يكالف بس قول اكو جماعه زينين بس ما لي وصف هم ذكروا يعني واحد يحكي يقول انه ذكروا اكو يعني فنانين لهم اسماء لهم حضورهم لكن المفردات التنتقى او الشخصيات الثانويه الموجوده يجيبون شخصيات غير معروفة يجيبون بنات وإلى آخره يعني هم ما انتقصوا من احترامي لك لشخصك أو شخص الفنان اللي داخل أو الفنانين الموجودين مع احترامي لهم لكن انتقصوا من موضوع أنه العمل بالإجمال يعني أنه المفردة والرقص الموجود على المسارح والشباب اللي قاعد تدخل ممكن سؤال أستاذ إحنا اليوم نفتقر للعنصر النسوي في بعض المسرحيات أكو كوادر نسوية يعني تستحق التقدير والاحترام هاي لازم نستقطبها
اليوم احنا بحاجه للعنصر النسوي حتى بالوسط الفني. نعم. فمن اجي انا اجي شلون اوظفها؟ اما يكون توظيفها بالمستوى اللي يتحدثون عنه هاي هم يعني هم باسلوبهم، او اكو لا يقول لك والله شفنا بنيه ممثل رائع تمثيله يخبل شغله حلو عنده فكاهه عنده كذا اذا بالكوميدي او غير الكوميدي. انا من الباب يعني اجي يعني انا هاي اجت قالوا علي راقصه، هاي اجت قالوا علي بالشارع، يا اخي بالشارع اجت وهي ممثله وهي يعني زينه. ليش هاي النظره على الممثلات؟ ها؟ ليش هاي النظره عندنا على الممثلات؟ بس احنا عندنا هنا ما اعرف اكو نظره عندنا على الممثله يعني اللي يبرز نجمها والحكي والسوشيال ميديا والتعليقات والاخر. ليش هذه النظره على البنات اللي عندنا؟ لا لا هو حتى اللي انا يعني اسف يعني حبي واعتزازي لكل قسم من المقدمين البرامج يعني والاعلاميين حتى الاساتذه يعني الاساتذه قبل شوي طرقنا الاستاذ غانم حميد والسيده آسيا كمال وكلهم يعني اساتذتي حقيقه. هو ما يقصدني الي يسيلي لا هو ولا يعني قلت لك ما ما يقول ما يجاسي لو يقول فلان شو مستحيل انا يعني هم اخوتي وتاج راسي بس يقصد على انه بعض المسارح مثل ما قلت يعني انت عمل واحد ياثر على الباقين. انا من اقول بعض المسارح يؤسفني حقيقه جمهورنا الكريم اليوم حقيقه نشوف بالساحه الفنيه انا سبني واحد يجي وياي وانت مقدم برنامج وانا غانم حميد اقول والله يؤسفني بعض المسارح حقيقه بها بعض المفرطات اللي مثلي للمشاهدة. يجب على الممثل هو يقتني المفردات لتليق بعائلته الناس هم اللي موجودين هم عائلته. هذا راح يخليني قلبي كبير مرتاح نفسيا اقول يا شو راح يجي علي حكي حلو تعالوا شباب انا منتج غير ابو المسرحيه تعال قاسم تعال علي تعال فلان تعال فلان اليوم ترى ابو حنين ترى زعلان علينا ها شو الاستاذ قال هاي مو تدلون يلا شذب 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 اذا اكو مفردات مو من يجينا الخطه احنا نتهيئ له ونقول له صار وتتدلل وخدمتك وتعجيب الكذا وتعجيب له صح ولا غلط؟ انا هذا اللي يعني انا ما اعرف شلون اوصلها يعني انا مره تم يكون التعبير لكن اتمنى. الاعلانات اليوم مكلفه؟ مكلفه مو بس مكلفه هي اليوم تدري اليوم الحركه الفنيه كلها يعني ركود يعني بركود وتوقف لذلك الشغل مو ذاك الشغل وانت على متروج بضاعتك فلازم انت تعلن. الاعلان اليوم هو بحد ذاته هو مكلف لان انت تريد تجيب نجم اسمه وتريد تجيب كاميرات وتجيب هذا وانت لازم تتفق ويا ابو الشركه يقول لك انا ما اقدر اجيب النجم الفلاني لان سعره كذا لكن الناس هسه قامت تشتغل يعني لا حول ولا قوه الا بالله. سهوله يجيبون ماجد ياسين اليوم كاجر؟ والله مرات انا اروح مجانا بس ما اجيب سهوله لا مستحيل لا انا اليوم اجري حافظ على اسمي يكون مميز بيني وبين زملائي بس مو انا اجي قال لي تعال وقال له تعال يا الله يا ابو كان يلا توكل بالله ما كنت حكي انا صار لي 33 سنه بالوسط الفني. اكو تقييم للفنان عندنا؟ طبعا اكو تقييم لا ما نكرها حب كأجر. الناس كاجر حب الناس بالدرجه الاولى هذا التقييم هذا نعمه من الله سبحانه وتعالى الحمد لله. الاجر طبعا نجوميه طبعا لها درجات شلون؟ يعني وانا شايلين وداقين يا ابو حنا شغله اجر يا ابو حنا شغله اجر يا ابو حنا شغله اجر لا اليوم انا بحط نفسي ويا من؟ ويا المتالق المبدع الرائع اخوي وضلعي وتاج راسي اياد راضي تحياتي من اقول اياد راضي هو بثقله وابو حنا بثقله مو معناته ذولاك مو اثقال لا بس كل من واجره فهمت علي ولا لا؟ نحكي على الثقل الثقل طبعا لا هم محمد قالت شلون عبد الرحمن المرشدي طبعا ويانا ابو سيف من ضمن الستاف اللي هذا هذول النجوم ثلاثة النجوم طبعا اي طبعا يعني انت والفنان اياد راضي والاستاذ عبد الرحمن المرشدي تحياتي يعني انا مره قالوا لي وياك اياد راضي قلت لهم شلون راح تكون البطوله؟ قال الاستاذ منو راح يكون اسمه الاول؟ منو اسمه؟ قلت لهم اعتزازي وحبي الاستاذ اياد واخوي اسمه واسمي تبادلهم حتى اثنين شلون واحد اشوف قوي يشبقني حتى لا يصير بخاطره ولا يصير بخاطري وافق هو حبني جريش ومريش نزلت بطوله ابو حنج ثالث واحد اياد راضي حربي الله سبحانه وتعالى وفقه صعد نجمه صعد نجمه صعد نجمه صعد نجمه بتاخذ له تحيه وانا قبل اخذ له تحيه لان اخوي تاج راسي بس من يقولوا لي مناصفه ويا من اقول لهم اياد من ياخذ ايش قد اقول لهم انا ايش قد قالوا لي ايش قد اياد اكيف اقول لكن مرات لا ما يمنع يقول لي ابو ياسين اخوي انت هذا اجرك 1000 اياد راح نعطيه 100000
أنا موافق بالأجر اللي أريده. قناعتك؟ قناعتي. يقولون للعياد، يقولون للعياد راح نعطيك 10,000، أبو حلش راح نعطيه 100,000. يقولون قناعتي أنا هالقد أريد هالقد أريد. بس هي الحلوة تدري المنتجين يقول لك لا، ثقل أبو ياسين ثقل العياد ذاك موجود، ومع اعتزاز طبعا للفنانين الباقيين أستاذ رزاق أحمد حبيبي تحياتنا لهم، أبو آدم وأبو لواء علي فرحان. تدري أنا دعشت لك على النجوم مال الشباش اللي اليوم إيه. لا نعم. العيبي أستاذ حيدر بن عثر أبو محب وباقي الفنانين تدري قاسم من دول ذكرتهم بعمل يكون اسمك الأول بالنسبة لي هو المخرج اللي يقيم، أنا ما أقدر أقول هذا الحكي. تفرض هذا الشيء؟ طبعا شغلي بالعمل اللي يقول اسمك طبعا الاسم اليوم الاسم له تأثير يعني. أنا عصام العباسي الله يذكره بالخير ذكرتني به، قال لي راح يجي عبد الرحمن المرشدي على المسرح الوطني نجم مالته 10 سنوات، نجم مال عصام العباسي كان فاضل الشيخ الله يتصحه على المسرح الوطني. المسرح الوطني كان المنتج فاضل الشيخ تحياتي إلى أبو عباس صحة وعافية ومشتاق لك هواي مشتاق لك. فعصام العباسي وكان المخرج حبيبي أستاذي وموت عليه حيدر الناثر تحياتي محبني طبعا أبو محب. فش قال لي؟ قال لي قال لي يابا راح يجينا احنا عندنا مسرحية حلوة، المسرحية جاية اللي نجيب أبو سيف عبد الرحمن مش تدلل بس احكي لي أهم شيء البطولة. البطولة المن؟ أنا البطل. كراما لك يا عصام العباس وحيدر المنعثر ولابو سيف راح يجي صار له، وين ما جاء عبد الرحمن وين صار له ما جاء بالسويد ستوكهولم. تحياتنا للسويد واهل السويد والكل هيثم الجواري كل اهل السويد طبعا العراقيين اللي موجودين انا سافرت هناك. فقلت له كراما عبد الرحمن حتى لا يصير في خاطره ندخل اثنين نسويه ونقدم الباشا لان دائما المخرج هو قائد العمل. السيد المخرج هو القائد المركزي للعمل. قائد العمل اكيد. طبعا الناس ما يعرفون المخرج لكن الممثلين يقولون تحيه للمخرج. بما انه المخرج هو المعروف مؤلف وممثل ومخرج حيدر يعني حيدر اسم اسم. فقلت له استاذ من يجي عبد الرحمن اتفاق قبل لا يجون عبد الرحمن ماجد ياسين يدخلون سويا ونقدم لهذا. قال عشتي لك بارك الله فيك اكو بعد احسن من هاي. فمن اجى حافظت على اسمك بهذه الطريقه. طبعا عبد الرحمن مو شويه غير اسم وانا ايضا اسم الحمد لله وزملائي وياي الباقيين مو بطوله بطوله يعني ستة من نشوف المرات بالمسلسل بطوله فلان بطوله فلان بطوله فلان فالسته سبعه هذول الاوائل الاوائل يعني شلون تقول القاده هذا القصد هذا يعني من الباب. فالحمد لله مشت الامور وانا طبعا قلت لك يعني عصام العباسي من اجى يعني يعرف شلون يشتغل اكو منتج يعرف يعني يصرف شلون يصرف يعني على سبيل المثال اليوم احنا نقول المسرحيات يا اخي والله ثقيله والمسرحيات لانه مو بالمستوى لانه ماكو صرف انتاج يعني من جهه انا اشتغلت منتج قمت اصرف شلون صرفت؟ اسال الفنانين اللي اشتغلوا وياي يعني ست اسماء صفاء تحياتي تحياتنا ايضا هسه هي مخرجه امبان تحياتي لها اختي الغاليه اسماء صفاء ومشتاق لك هوايه وتحياتي لاخويا وحبيبي قاسم السيد اللي اشتغلوا وياي اللي انا والشرف اشتغلت وياهم ايضا تدري احنا نتبادل يوم هم يشتغلون يوم انا اشتغل لكن كمنتج. قالت لي سوي هيك قلت لها صار، قالت لي سوي هيك قلت لها صار، صار هذا روح التعاون روح التعاون. فجمهورنا ما توقف يعني بحيث انه يعني ماكو مجال. هاي شنو سببها؟ شنو سبب؟ وين طلعت له موجود وياك شنو سببها؟ اكو تعاون اخوي واكو صرف، الصرف ما يجي من فراغ اكو انتاج اكو انتاج يعني انت تقول تطلع لازم تسوي الاعلان تدري احنا الاعلانات بس بالفضائيات اللي هي موجوده مال ناجي الشمري تحياتي له ومال نصرة البدر ايضا تحياتي له وايضا اخو طه سالم شو اسمه؟ منو؟ اخو استاذ طه سالم هو طه سالم منو اخوه؟ لا لا ابنه 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 استاذي وحبيبي ايضا المايسترو الموجود ويا سوران شريف سوران علي شريف قناة الحنين قناة الحنين اي فهذول الاساتذه هذول اللي عرضت بهم من مددنا القنوات باقيه فدي ثلاثه اربعه صارت عين المشاهد وين؟ للاعلان جاب لنا جمهور جمهور جاب يراد لكن بيصرف يعني انت اليوم تخسر مليون لازم تعرف شلون تطلع
لكن انت تقول لا خلي اللي يجينا في الدربع 5 اليوم 10 اليوم 20 من انا نشوفوه كذا كذا كذا. مو هاي بيها صرفيات، مو هاي بيها. انت عندك ممثلين، هذا مليونين وهذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة وهذا كذا، وإداريين وفنيين وتصوير وإعلان، هذا كله صرف. أنت يرد لك باليوم لازم أقل شيء فد مليونين ثلاثة. صح. فلهذا تصرف الإنتاج إحنا. نجوم يطلعون ويختفون، شلون قدرت تحافظ على هذه النجوم اللي أنت بيها اليوم؟ استمرارية. استمرارية حتى لو كان يعني ولا يزعلون علي الأساتذة بعض الأساتذة الإعلانات. اليوم انا شكلت ثنائي مع اخي وحبيبي رحيم منتشر ابو سجاد، تحياتنا اليه ان شاء الله. الحلقه الجايه يمكن انت موجود هنا نتشرفون بيك ان شاء الله. اخوي وحبيبي رحيم منتشر، كنا ثلاثي، طبعا مو كنا ثلاثي، كان رياض الوادي الله يرحمه هو رحيم منتشر، وانا جيت وياهم، حبوني الناس وشكلنا هذا الثلاثي الحلو. فنطلع الاعلانات والحفلات، نطلع كذا. تدري عاده المرات المسرحيه تطولها شهرين ثلاثه، قبل المسرح كان يطول سنه وسنتين وثلاثه. اليوم تدري قلت لك التواصل الاجتماعي والفيسبوك والدش والهذا خذ من هواي شغلات، مو فقط يعني المسارح تعبت او ما تعبت، لا من هواي امور، هواي امور السوشيال ميديا. فلذلك الحمد لله والشكر شكلنا ثلاث. من راح توفى الله يرحمه، الف رحمه على روح رياض، بقى انا ورحيم. انا كنت اثر بي غياب رياض الوادي، يعني تدري انت مرات ويا عائلتك تعوفهم، بس انت ويا عائلتك تروح تسافر وترجع. انا رياض ما عفت نهائيا، ما عفت لا انا يعني متعرفت عليهم سويه بالقلب بالقلب. هو عنده نوع من الحنيه، تدري هاي الخوه وهاي الحسه مالته، وما نتفارق لا انا ولا رحيم. اليوم وين اذا ما جاي، بس انا اجتني العبره، لانه اخ عزيز بمعنى الكلمه وصادق تصرفاته وكلماته. اي والله لحد اليوم الزوره. اوه انا ورحيم كاظم مدلل، تحياتي الى حبيب قلبي كاظم ابو حميد، ايضا ستار اللامي، دول المتواصلين ويا الحدث مال لكن اقرب اثنين اللي خلف الكاميرا. ايه رياض الوادي الله يرحمه، شو تريد تقول له؟ قل له يا ربي اتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعل مثواك الجنه، وانت ما متت، انت بعدك بقلوبنا، انت حبيب قلبنا يا رياض، وانت عزيز علينا، واحنا ما ناسينك. لا والله ما ناسينك يا اخوي، لان ماكو في اليوم من الايام خاصه من بعد ما فارقتنا انا ورحيم يومي، احنا انا ورحيم ما ناسينك، نقرا الفاتحه اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم يوميه نقرا لك الفاتحه. يعني تدري من نتوكل على شغلنا نقول يا الله، ونقرا الفاتحه لاخونا حبيبنا رياض، يعني ما ناسينه. ودائما يعني الله اللي يعني اللي يعلم، يعني اللي الله يعلم احنا شنو اللي قاعد نسويه انا واخويا رحيم طشر. وايضا لو تسالون سؤالي لاخويا ابو سجاد رحيم نفس هذا الاساس، يوميا نقرا له الفاتحه، وايضا نثوب له ونقول له يا ربي يعني يجعل مثواه الجنه، يجعل مثواه الجنه. اي والله الفرح معلوم، الله يطول عمرك ان شاء الله يا حبيبي. صديق ونعم الصديق، واخ ونعم الاخ بمعنى الكلمه. يعني صح الناس يعني حقيقه احنا خسرنا لان اخوته، وهذا ما تفارقنا. يمكن انا عائلتي ما اشوفها اكثر ما اشوفه هو، سوي 24 ساعه نروح للبصره، احنا نروح نرجع يم شنشل مول بالبصره، حجي علي ابو علي، وهو واخوته نروح هناك يعزمنا الرجال، يقول انتم شنو هالخوه اللي عندكم؟ ترك فراغ بحياتك. فراغ اي، وحنين هو، خوش ادم زين الله يرحمه، شعبيته حلو، وصارت مظاهرات بفاتحته، مو فاتحه صح، على انقلاب، على محبته للوادي من يوصل للعالم. الف رحمه على روحه، نتمنى نوصل لمستوى يعني الله يرحمه ويطول بعمرك ان شاء الله. حشينا عن نجوم الكوميديا اللي ذكرناهم، اللي هو انت واياد راضي وعبد الرحمن مشيد، هواي. لا كنجوم ستار الاوائل، عندنا نجمه كوميديا بعد الراحله الله يرحمها امل طه. ايه عندنا من الستايل مال امل، ما حد كنجمة توب بالدرجة الأولى، يعني كرسي ما حد يتقرب له. لا ما حد يتقرب لهذا، مع اعتزازي وحبي لأختي الغالية نسمة. طبعا نسمة تدري شخصية نسمة راقية كاركتيرها كاركتير، الكاركتير مالتها يخبل بس ما توصل لأمل طه.
مستحيل. احنا فلطاها فول. نزمه وصلت للمستوى مال الامل، مو ما وصلت بس ما توصل، يعني قصدي شلون تقول التاج مال الامل، ما حدا يوصل يعني. يعني مع اعتزازي سنه ما ذكرتني بامل، لان الامل كانت هم تحبني، كنا زعلانين انا وياها وبالصاله. اي 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 تدري مرات هي اختي الكبيره هي كوميدي وانا صالحته قبل او شلون صالحنا، تموت علي جتني للبيت وراقيه وحنينه بشكل الف رحمه على روحها. مظلوم الفنان العراقي؟ اه الفنان العراقي مظلوم، ايش قد تقدر تقول؟ مو بس مظلوم ومحروم، هم بس مظلوم احد ومحروم وماكو اعتناء. هو ذا الفنان العراقي ما مذكور بالدستور. يعني احنا اليوم احنا الحمد لله اجتنا نقابه تبيض وجه ونقابه لانه كلها فنانين، فلذلك حقك موجود ما يروح. مو لنا احنا نتمنى ايضا الحكومه هسه خلي يدعمون الفنانين. زين شلون يدعمونهم؟ هسه قيعان ماكو، بيوت ماكو، شقق ماكو، وكلها صيح ماكو 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 ماكو، هي كلها موجوده وقيعان موجوده. ما تطون ما لازم، مو مشكله. زين رواتب سووا، عوف الرواتب هاي هسه احنا كلمه عايش على رواتب. احنا كل شيء راح نعوف، ايش راح يبقى؟ ها تسمع هسه غير نسمعهم. اليوم انت مشكل لجنة، هاي اللجان شكلوا لجنه، لجنه للموسيقيين، لجنه للفنيين، لجنه للمصورين، للممثلين، للشعراء، للمطربين، اللي المرضى للمرضى، مو الا 24 ساعه اروح انا والوالدين والناس يقول لي ابو ياسين صدق هذا، ناس عامه الناس خابروني يقول لي ابو ياسين لقينا فلان مريض صحيح تعال هاك هاي فلوس روح ودي لك. لا عمي شو تجيب ربعك؟ مشينا انا وربعك روح ودي له باقة وريد وخلي له بظرف لو مليون لو مليونين. هاي الناس زين، انتم الحكومه سووا هاي الشيء للفنان للفنان، مو يا اخي مو جدوى، مو انه يموت ويجي يبكي ان شاء الله 500 وطاه. زين هو من عدل ليش ما اعطيته 500؟ من ذكر بحياته بارك الله فيك جيت والدنيا انقلبت بالفاتحه. زين هو من كان عدل ليش ما رحت له؟ ليش ما زرته؟ يعني انا موقف سعد خليفه الله يعطيه الصحه والعافيه، سعد اخوي حبيبي حسين تاج راسي وحبيبي، اقول له دائما اقول له ان شاء الله الله لا يزغلك يا اللي شو يزغل بعد؟ قال لي ايش قلت؟ قلت الله لا يزغلك يا حبيبي ابو سعود الله لا يزغلك. قال شو يزغل بعد؟ تحياتنا له. فمن صار مرض كله كله انا وزير محمد رشيد تحياتي الى ابو حماده وحسين النجار الكاتب وايد فنانين. تدري احنا اخوته هو سعد يتيم واحنا اخوته واحنا اهله. الناس ما قصرت، واحد احتمال تله الساده المسؤولين تحياتنا لهم، الناس عامه الناس كلهم مكفوله زين بدلوا له الكله نعم. يعني هذا السيد قاسم العلجي تحياتنا له، كان وزير الداخليه الله يعطيه الصحه والعافيه ما نساه. تدري هاي ايش قد حلوه، احنا نريد الدعم من الحكومه مو من مو شخصي مو شخصي، هذا الشخصي زايد خير هذا حقه الفنان. بعدين انت خسران شيء، هو خدم الناس وهو له ظهور حلو عند العالم، واجهت بلد واجهت بعدين قدام العالم. انا هم ما خسران شيء. تعال يا رئيس الوزراء شيل له هديه وطيه، وانت ايش قد راح تعطيه؟ يا وزير الثقافه شيل له هديه وطيه. اي مسؤول اي مسؤول باختصاصه هم يقول لهم يا بعد عدل كذا هذا يفرح باقة ورد ولجنه تجي تشوفه حلوه لهم وحلوه. زين انا ترى من يموت اجي قدام العالم وجاي شلونكم عيني شلون صحه والله اجى فلان اجى فلان هاي مليون دينار من السيد الفلان هاي هاي مشكورين عليه وجزاهم الله الف خير ماكو مشكله وكل زين. بس انا اريد تكون قبل لا يموت حياته يعني انا من الباب. لذلك انا اتمنى انه تشكل لجان حتى لزياره الناس المستحقه. احنا مو مجاديه، احنا ما محتاجين، والفنانين مو مجاديه، والفنانين رفعت راس، والفنانين احنا يعني الناس تتنومس بيهم، والناس اكو مرات يقلدون الفنانين مو بس نريد دعم. يعني هسه اليوم عامة الشعب اكو قام ينخون الفنان اذا مروا بظرف معين. اتفضل. وانت معروف عليك صاحب واجب. الحمد لله، والله الله اللي يعلم، الله اللي يعلم اللي احنا نسويه يدري راح ينطشك. اغلب زملائك بالوسط من سالتهم عنك قالوا صاحب وقفه وواجب. الحمد لله الحمد لله، وهاي ما تضيع قد الله يا مصطفى. انت شلون الله يدفع عنك البلاء؟ يعطيك الصحه والعافيه. انت هاي هسه حكينا والناس طالعين للعالم، هي هاي صحه وعافيه. هي هاي نعمه من الله سبحانه وتعالى انه الناس تحبك.
ما تجي من فراغ. فلذلك انت الله يفضل عليك لا تصل ويا العالم. جمعت بين النجاح المادي والمعنوي؟ لا انا المعنوي اي بس المادي لا. المادي بس كمظهر. انت اليوم الشكل مطلوب، الاناقه مطلوبه، الشياكه مطلوبه، السياره مطلوبه. يعني اليوم شياكتك خاصه الفنان كواجهه اعلاميه. اليوم تريد تطلع لازم اناقتك تكون تليق مجتمعك، لان يعني المجتمع ذواق. وسيارتك لازم تكون بالمستوى يعني كشختك. بعدين من تريد تروح، انا من وجهه نظري من اروح بسيارتي وادخل للمكان الفلاني سيارتي راقيه، المنتج راح يقول لي انا شو راح اتعامل يا هذا، سيارته شكل، ملابسه شكل، شو راح انطي اجر، ساعته شكل، محبسه شكل، اموره شكل، شو راح اعطيه؟ فاستحي اذا كان عندي نيه اقول له السعر الفلاني كذا، من شفت ملابسه وشفت سيارته استحي. راح لو مدير مكتبه يقول لي العفو استاذ، يقول ايش قلت وما ايش قلت كذا كذا، العفو اقول لهم انتم تقيمونا خير، نعم الله جزاكم الله، شنو التقييم مالكم؟ بس يقول من ضمن الاشياء اللي قريبة عليه اقول له جزاك الله الف خير. ومرات لا والله يقول لي يابا ترى عندنا احنا هيك وهيك، شو تقول؟ اقول له ما هي من عندي لكم، انا جاي مجانا تدللون. وهواي اشياء خيريه انا ورياض الله يرحمه وما زلنا انا ورحيم لحد هاي اللحظه نسوي. اكو ناس قامت تنتقدك بموضوع تقديمك البرامج الميدانيه، انه يكسب عطف الناس، يبوس ايد مره كبيره هسه وبعد او طفي اوه مزين جبت هاي الطالع الافراح مع الوالديه. انا ما ابوس ايد ام داني، انا ما ابوس ايد الحجيه. ليش الحجيه منو على مود ما ابوس ايده؟ ليش هو الطفل منو اللي ما ابوس ايده؟ او رجل شايب، الله اكبر، ليش وجه شايب شويه؟ شايبه غير ابوي، غير هذا الشايب، هذا المقدس، هذا الخير اللي عقاله هيبه. انا عموما اليوم بتجي البس عقال، انا كنت بفاتحه لابس قاط مال العرب وخابرت المخرج قلت له استاذ تحب شلون اجي؟ قالت بس ليش ما تجي انت فاكهه الحلقه؟ اكيد الله يخليك استاذ. فلبست هاي ملابسي ولا انا جاي قاط مال العرب واجي بالبرنامج، يعجبني البس قاط مال العرب. انت دائما وياك بالسياره؟ لا مو بالسياره، لا مو بالسياره، بالسياره من اطلع محافظات وياي بس رحت الفاتحه. اي اخواننا البدراج تحياتنا لهم، كل عشائرنا وكل الشيوخ العشائر تعش على راسنا. لان احنا تدري انا من اجي باللقاء واجي القى رجال شايب او برنامج كان مال ياسين ابو ياسين عندنا وين بال الفرح مع روح امك وابوك بالمسلسل لقيت رجال شايب ورجال شايب تعبان بيني وبين غنيت له ضحكته وهاي بستيده موتت ضحك وعندكم بالارشيف دمع هو خطيه قال لي الليليجه انا عندي برنامج ما ناسين ابو ياسين قلت له عمي جيتك الليليجه هو قام قال انا داخل حسن هذا ما يستحق انا ابو سيده وحده وحده الثانيه لقيت مره عجوز قاعده بالحواسي مسويه صبابه صبابه شمنتو يعني هذا بالطين نعم. صبابه على متكسل هدوم هي بس هي وحدها وابنها قاعد على صفحه هو وزوجته نعم. ولقيت جدر مال شوربه على تشوله وقت رمضان احنا برنامجنا برمضان يعني انا من اجي اقسم بالله العلي العظيم هسه انا ذكرتني هسه انا دمعت هاي ليش هالانتقادات لعلي؟ انا شعله خليني انتقد يكسب عطف الناس يسوي هذه الامور خليني انتقد انا محتاج عطف الناس انت تسوي مو قلت انت ممثل الشعب انت مو قلت الناس كلها تحبك هاي كافي خلي ثلاثه اربعه يحبوني ما يكرهوني شلت من عندهم فانا جيت بست ايده وغنيت لها ونعيت لها نعاوي مال عجايز وباستني وبستها من راسها بالله العلي العظيم عندنا الحلقات مالتنا احنا عندنا ثلاث حلقات نوزع كل حلقه اي والنوب خلص نسوي الحلقه والنوب نسوي الحلقه احنا بكيفنا احنا نتحكم بالبرنامج والبرنامج مالتي انا والمدير يحبني يقول لي ابو ياسين تصرف لي البرنامج ناجح سويت ثلاثة غرافة هذين الموجودات اعطيناها الهديه مال الحلقه ليش لازم ليش قل لي ليش احنا ما عندنا فلوس احنا مرات نقول الفلوس نعطي فلوس ومرات أجل. حتى براحتها هي تتصرف فيها تبيعها حتى ايش قد يصير من البلبل 3000 4000 2000 دولار نعطيها هديه هذا اقل شيء احنا نقدمه لها هاي ما تستحق انا اللي هي تكسل بالشبينتو هاي ما ابوس ايدها بس قل زين انا مطرقت في يوم من الايام بلقاء مع نجلاء فهمي فتحي كانت ضيفتنا تحياتنا تحياتنا لها بتش راحت من اسمي بتها نجلاء المتألقة المبدعة نجلاء فهمي قالت لي ياسين انت ليش تبوس طه سالم
طه علوان. طه علوان تحيا. قلت له انا ما ابوس ايد طه علوان، غير اخوي، غير اخوي كبير. هذه المسرح الوطني اعتقد. اي ابوس ايده قبله، مو انتقال سلبيه. ليش انا شنو ما عندي شخصيه، لو ما عندي هذا، لو ما عندي اخلاق، لو ما انا مو ابن عشاير. لا يا اخي الكبير لازم احترمه. انا هيك ابوي علمني، مش مدريني هيك علموني. ربيت بهذا الشيء. ما اعرف يعني هذا غلط، انا ما اعرف. انا قلت لهم في يوم من الايام دخلت البيت اتمنى هاي ما تنمسح، هاي ما تنشال. ماكو شيء انشال. بالاسم تشيسر حج الحاج رحيم تشيسر البيضاني عنده مضيف، عنده مضيف بالقران من ادخله ابوسه من ايده واحول على رجله ابوسه، مو بس راح تقول لي ليش؟ ياكي وزع للفقره، ومن عند اللجنه تروح توزع يشوفون الناس الفقره ويجي يقولوا له هذول الفقره، يقول لهم هذول منين شفتوهم؟ يبكي قال لهم شنو هذول؟ عندنا هنا روح حطوهم. يعني انا هذا ما اجي ابوسه، يقول لي تعال ايش عندك فقره؟ تعال ابو حنا ايش عندك فقره؟ قلت له عندي 40 50 وقال لك سويهم 200 وتعال اخر حجي، وقال لي تعال ايش عندك بعد؟ قال له سوي 200 روح وزع. قلت له حجي مو بعد عندي انا، قال روح مالك شغل روح، الناس يعطيهم للجنه، انا بدون لجنه. ايش قد يثق بي الاحد؟ لا سبب هذا انا قلت لك انه انت فنان الشعب، واني من سألوني الناس من راح يكون ضيفك للحلقه قلت لهم فنان ماجد ياسين، قالوا فنان الشعب، نجم الشعب. الله يسلمك فدون امره. محبه الشعب ومحبه الناس ما تنشال ولا تنباع. ليش يزعل واحد من يقول يعني ما اعرف انا هسه بنسوي هيجي يعني شريد شخص شو الله سبحانه وتعالى رازقنا خير من الله ونعمه فضيله. مو ما نعطيها هاي الامور، والمحبه موجوده، المسؤولين كلهم يحبون ابو حنيج. شو اسمه الناس العامه كلها يحبون ابو حنيج. صار عرس صلوات على محمد ما شاء الله الدنيا انقلبت بعرس اسمه ابن ياسين. هاي مو نعمه من الله سبحانه وتعالى. فاتحه مالت امي 7 شوادر، ابوي الله يرحمه اسمه يعني هاي من المواصله له، مو من المواصله، من العلاقات له، من العلاقات. القادة العسكريين يجوني للبيت والله العلي العظيم وداعت أولادي. علاقتك بالسياسيين كلش حلوة. كل وين العالم كلها كل والسياسيين أنا تعرفون أبو حنيش بعيد عن السياسة وعن الدين. بس علاقتك فيهم حلوة. بس علاقتك كلها قوية. واسعة كلش. مسؤولين سياسيين. أبداً كل الناس بحيث يشوفني يوم بالبصرة الفاتحة، يوم بالرمادي الفاتحة، يوم بالاسم بالموصل، وين ما كان قل لي أروح. فأنا أحب العراقيين لأن أنا عراقي. وكل العراقيين يحبوك. بدون عمرك. أريد ويا كامرتك. شخص جرحك ولليوم جرحك منه ما طاب، تسامحه لو لا، ومن هو؟ انا ما عندي واحد زعلان علي، واللي يسأل علي الحمد لله يعني حتى اللي مسألني انا مسامحه. ليش اخذت هذه السكته لعد؟ مو هي اكو، لان اكو شيء بداخلك. لا اكو، مو ما اكو، بس الحمد لله انا احنا متجاوزينها. مسامحه يعني؟ طبعا مسامحه واسامح كل، وايضا اتمنى شخص واحد منه. لا انا ما بدون ذكر الاسماء، بس قصدي حتى اللي زعلان علي اتمنى انه يسامحني، يعني انا ما اعرف لربما سئت الواحد او بغير قصد او بقصد، متقصد غير متقصد، اتمنى يسامحني خلال قناتكم الكريمه. قبلت محبه واحترام وسلام لشخص معين منه؟ طبعا حبيب قلبي وتاج راسي وايدي اليمنى راح ينطشر. تحياتنا له. تحياتي له. مو يعني انا عائلتي، لا عائلتي على راسي، ام ياسين واولادي وزوجة ياسين، طبعا اخوتي وتاج راسي كلهم عائله بيت ياسين على راسي. تحياتي لكل عائلتك. امامنا، واتمنى طبعا الشفاء العاجل لاخوي وحبيبي صباح ابو ساره يقوم بالسلامه. ان شاء الله. بالسلامه يا ابو ساره، لكن انت تقول لي هذا لانه صديقك راح ينطشر. صديق عمرك يبقى راح ينطشر، بعد راح ينطشر. قاسم السيد حبيبي مشتاقين انت بالقلب. زين اذا اريد منك ترشح لي ثلاث شخصيات يكونون بالجيب كنافه. اذا اريد منك ثلاث شخصيات يكونون بمكانك منو ترشح؟ ماذا؟ راح ينطشر وقاسم السيد وبيت طعمه. تحياتي لك استاذ فارس. استاذ فارس كان ضيفنا محمد طعمه التميمي. العملاق طبعا اكثر واحد يشبه استاذ الوالد الله يرحمه، طلع على روح العملاق عمي طعمه التميمي استاذ محمد صح. ابو ايهاب الله، ابو تميم تحياتنا لهم كلهم. ابو طعمه استاذ فارس خو ما زعلان علي الحمد لله والشكر. دكتور حكيم جاسم طبعا احنا قلت له وقلت له الاستاذ احمد يخابرني مو تزعل علي، اموت عليك بيت طعمه شلع هنا على راسي تاج الراس. سلام لعمتي. أريد تكتب لي كلمة للبرنامج كل ضيوفي كتبوا، وأنت أيضا من ضيوفي المهمين.
اليوم كان ضيفي مثل ما قلت ومثل ما قالوا لي الناس برا ان عرفوا انه ضيفي راح يكون الفنان ماجد ياسين، فنان الشعب ونجم الشعب ومحبوب الشعب. ان شاء الله يا ربي دائما هذا التألق وهذا الابداع وتبقى وتستمر وتبقى نجم شباك، وان شاء الله القادم افضل وافضل بوجودك ووجود كل نجومنا الفنانين. وان شاء الله يا ربي اتمنى لك العمر الطويل، وربي ما يحرمك من كل الناس اللي تحبك واللي تحبهم. طول عمرك الله يحفظك ويحفظ كل مشاهدينا، وان شاء الله بوجودكم يزدهر الفن اكثر واكثر، والمسارح العراقيه والدراما العراقيه ان شاء الله دائما تكون بازدهار بوجودك ووجود كل فنانين المبدعين. اهم شيء ما ضوجتك اليوم. انت اول ما شفتني قلت لي بلا استفزازات تستفزني. ماكو استفزازات. شنو اللي كتبته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مذكرتني ساعة وبتشيتني على الرياضة وخلتني برنامجكم رائع ويستحق المشاهدة. أنا كل شيء راقي. أخوكم ماجد ياسين. حقيقة شرفتني. شرفتني. الله يسلمك. أنا حقيقة يعني أتمنى إنه الحلقة تنال رضا الجمهور الكريم، وأعتذر عن كل المفردات اللي ربما صار بها بعض الانفعالات. اذا كان الحكي عن اخوي وحبيبي استاذي غانم حميد الباشا ابو حنين، والسيده الرائعه اختي الغاليه اسيا كمال، ام عبد الله وفلاح ابراهيم، كلهم اساتذتي. واتمنى انه تدري العتب مقبول، لكن مو الجرح ما شويه بنوع من الحساسيه. من خلال برنامجك مناسين ابو ياسين، شو تقول الاستاذ علي هاتف؟ تحياتنا له. علي هاتف، وينك علي هاتف؟ الله بسيطه علي هاتف. لا تنسى طبعا نتمنى برنامجنا يرجع ان شاء الله، وهنا كان عندنا يعني حلقات كلش قيمه وحلوه وراقيه مع علي هاتف، تحياتنا له وان شاء الله صحه وعافيه. الاحمراني ابو حمره علي هاتف تحياتي لك وللسيده الوالده ولعائلتك الكريمه. ويمتى تجي يا علي؟ لك علاوي، لك علاوي تعجب القران علاوي. كل الحب والاحترام مني ومكل هذا البرنامج لمشاهدينا الكرام. أنا راح أختم وأترك بعدها الختام للأستاذ ماجد ياسين. انتظرونا بحلقات قادمة من برنامج أنا من خلال شاشة الرشيد الفضائية. الختام لك سؤال تسأل نفسك وتجاوب عليه. طبعا أسأل نفسي هو حقيقة أنا سؤال هم محيرني، اللي هو أنا شفت أنت سألت أستاذ محمد التميمي وسألت الأستاذ محمد حسين عبد الرحيم، أنا شو راح أقول يعني شنو؟ أنت شنو اللي تحب تسأل نفسك؟ يعني أقول سؤال محيرك. والله أنا أقول أتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى أنه وفقني أكون حسن ظنهم مثل ما كنت قبل، يعني ممثل. هذه أمنيتك. هاي أمنيتي، يعني قبل كنت ممثل وكنت زين، يعني شوية طلع من عندي كم شغلات حلوة من التمثيل من هذا، ومحبة الناس حصلتها. اريد اكون استمر ان شاء الله احصل حتى محبه الناس ان شاء الله. هي انا هاي امنيتي طبعا. اي والله. والله يرزقك ان شاء الله دائما بمحبه الناس. في دول عمرك. نورتني وشرفتني. ممنون من عندك يا مصطفى ماجد. وانت رائع وحقيقه بارك. ليش تبكي؟ شكرا للمصورين يا ابي، شكرا للمصورين. وهذا طبعا حبيب قلبي تستاهل كل الخير. في دول قلبك. باكيت كنافه للوالدين.